انت تقول لي انت اكبر بعدد نيابي وعدد، تفضل روح جيب العدد النيابي الاكبر قدمه لاخواننا بالاطار وسيذهبون الى جلسه. لكن اخي لا تمتلك، انتم تمتلكون 5 6 اصوات وبعض منها اصوات نشاز ويحاولون ان يقزمون العمل والمنجز والعمل. الان الورقه السياسيه واضحه جدا، العدد الاكبر نيابيا بالكتل السدنيه تسمي رئيس مجلس النواب، والاخ يذهب علينا ان انتخبنا او ذهبنا مع الاخ المشهداني اصبح نقص، يعني لو ما رايحين وظل انسداد كان صرنا احنا مو زينين. نذهب مع السيد المشهداني مع العلم مو مرشحنا، الغايه ان ما نخلي انسداد، لان المجلس هذا المجلس هو بحقوق الناس، والله يعني ما ندري شنو نسوي. يعني هل نذهب الى ان نترك مثل سيد مقتدى ان نخرج من السياسه حتى من عنده 5 6 اصوات يبدي يشتغل بالعمل السياسي؟